بهذه الردات والشعارات يتميز موكب عزاء طرف العباسية في محافظة كربلاء المقدسة عن غيره من المواكب العزائية، والذي يطرح من خلاله القضايا التي تهم المواطن العراقي من نقد واقع الخدمات والعملية السياسية في البلاد. بالنسبة للمواكب العشينية، الناس الفقرة، الناس الكسبة سابقا، احنا وعينا عن ابابنا عن اجدادنا، احنا نصحبهم، نصحب شلون قاعد اصحب هذا حبيبي وياي، فتعلمنا على هاي المسألة، خاصة اهل كربلاء وبالخصوص طرف العباسية الشرقية. ابا عن جد احنا في هذا المسار من باب طويريج، من باب طويريج الى قمر بني هاشم، نختم بالامام الحسين سلام الله عليه. كل سنة احنا نواثب على هاي الخدمة وعلى هاي المجالس وعلى هاي الردات. فاحنا نشوف طبيب موجود ويانا بالعزاء، مدير مدرسه، محامي، جميع يعني جميع المهن وجميع القوميات. فالحسين يوحد الجميع بهاي الايام، ايام محرم الحرام. ومنذ اول ايام شهر محرم للحرام تحتشد كراديس الموكب في العتبه الحسينيه المقدسه بعد مسيرتها في شوارع مركز المدينه القديمه، مردده هتافات غاضبه تندد بالفساد وتطالب بالتغيير وتنتقد الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع العراقي. احنا بالنسبة ان كل سنة هاي نحييها بعزمنا الجمر، لان هاي بها مصاب لسيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين وجده ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهاي تكون ان قاعدة للدين الاسلامي وإحياء للقرآن الكريم. إحنا من سنة 1888 عزان زونا بهذا المصاب الجلل على ذكرى شهادة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطاهرين، ولنقل لسان حال الشعب عزاء العباسية، ينقل معاناة الشعب، ما يمر به الشعب العراقي والمظلومية أو واقع المرير اللي يعيشه. وكذلك اليوم مستهنا عقائدي بخصوص القرآن الكريم. وفي كل عام ينتظر العراقيون والكربلائيون بشكل خاص موكبهم الوطني الحسيني، واحد أهم الأصوات المعبرة عن تطلعاتهم إلى حياة كريمة رغيدة لأبناء الشعب العراقي، وكذلك تشخيص الأخطاء في العملية السياسية. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروستي.